Welcome to NephroAlex. I'm Dr. Hanan Fathi, Assistant Professor of Pediatrics, Pediatric Nephrology. Actually, the specialty of pediatric nephrology needs more focus and more taking care of. إحنا النهاردة في نفرو أليكس ده أكبر تجمع لدكاترة الكلى في اسكندرية ويمكن من الجمهورية كلها. السيشن بتاع البيدياتريكس إن شاء الله بإذن الله هو يوم السبت. أنا أحب بس ألقي الضوء بالنسبة لزملائي الدكاترة امتى يحتاجوا ان هم يريفير تو بيدياتريك نيفرولوجيست وامتى ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا مع الحاله. احنا عندنا في البرانش بتاع البيدياتريك نيفرولوجي سبيشاليتيز كتير قوي. عندنا جلوميرولار ديزيزز, عندنا تيوبولار ديزيزز, عندنا الهايبرتنشن از لارج كاتيجوري, عندنا الطفل اللي لسه ما اتشخص اللي مامته جايه بتقول لك والله انا حاسه ان البيبي ده مش بيكبر كويس, ان هو بيجيب بول كتير, ان نفسه عالي على طول, ان هو انيميك طول الوقت. في بعض الحاجات في جوه البرانش بتاعنا ممكن الجنرال فيزيشن هو اللي يتعامل معاها, زي الستريت فورورد حالات النيفروتيك سيندروم, الستريت فورورد الجلومينيفرايتس, الحالات يعني الانكمبليكيتد. انما لازم برضو الفيزيشنز يبقوا عارفين امتى يبتدوا يعملوا ريفيرال لبيدياتريك نيفرولوجي, زي فور اكزامبل حالات الستيرويد ريزيستنت نيفروتيك سيندروم, حالات الجراس هيماتوريا اللي ملهاش سبب واضح, حالات النيفرايتس اللي هي مش بوست ستريبتوكوكال جلومينيفرايتس, الحالات اللي انا شاكك ان فيها تيوبولر ديس اوردر, حالات الستونز في الاطفال, والحالات اللي فيها اني كومبليكيتد رينال ديزيز او ان اكسبلايند رينال فيلير, المفروض ان انا اعمل لها تايملي ريفيرال للبيدياتريك نيفرولوجيست. ودايما يا جماعه احرص ان انا اخد منه الفيدباك, لان زي ما احنا بنستفيد من العيانين احنا بنتعلم, بنفيد العيانين انا قصدي, احنا كمان بنتعلم منهم ويهمنا قوي نعرف الفيدباك من السب سبيشاليتيز المختلفه. اتمنى ان انتوا تو انجوي المؤتمر ونتمنى نشوفكم في البيدياتريك نيفرولوجي سيشن, وشكرا.